عن النادي الاهلي. هو بصراحه اقول لك على حاجه، انا شفت الجزء الاول الاهلي والزمالك هناك في المغرب، الاهلي فتح نفس الزمالك صحيح المباراه الاولانيه، فنزل الزمالك براحه نفسيه الحقيقه، وشاف ان الاهلي عمل مباراه كبيره جدا هناك في المغرب، الرهبه راحت، لعبوا بايقاع كويس جدا اذا كان على مستوى الشوط الاول والشوط الثاني، وكان ليهم الاسبقيه واحرزوا هدف وكسبوا 1-0 ورجعوا رغم الغيابات طبعا اللي كانت موجوده، والفريق اللي كان موجود الرجاء اللي هناك غير الفريق اللي احنا اتفرج عليه النهارده الحقيقه، يعني فريق تاني خالص، يعني انتشار تاني، تحكم في الكوره، ملعب فرق معاهم ولا ايه انا مش عارف. كان ليهم الاسبقيه زي الزمالك بس ما قدروش يحافظوا، ما كانش فيه خاصة يعني في الشوط الثاني يا كابتن شريف، ايه اللي حصل في الشوط الثاني للرجاء؟ الخط بره، الجهاز الفني ما قدرش يتحكم بعد الهدف اللي جابه في الايقاع اللي هو كان بيبتدي بيه المباراه، كان ضاغط على نادي الزمالك، كان بيمرر الكوره، مفيش ميسنج باس، مفيش حاجات كتير، فكان كان ليه السطوه، كان ليه الوجود في الملعب، كان ليه تحرك من الاطراف، الناحيه اليمين كانت شغاله كويسه قوي والناحيه الشمال، وضيع ضاع منهم كذا هدف الحقيقه، واكتفوا بقى بعد ما جابوا الجون يعني ورجعوا. الريتم قال لي الريتم قال سنة، وحسيت ان في تعب حصل في نص الملعب من حوالي 60 دقيقه حاجه زي كده، فكان لازم التغييرات اللي هو عملها في الاخر دي كانت لازم تبقى سريعه جدا، عشان كده هو منع على الخط كان لازم يحس بالوجود ده. الزمالك رجع ابتدى يهدى وابتدى يستخدم العناصر الجيده اللي عنده، عنده بن شرقي وعنده احمد زيد زيزو، دول من الناس المتحركين كويس قوي وبيفهموا، وعنده الثبات الدفاعي برضو في نفس الوقت، يعني لما بيروح يهجم عنده مش مثبت الناس بتوعه، مثبت الناس بتاعه، وطارق حامد مثبت نفسه وبيلعب باداء النهارده انه مش عايز ياخد انذار عشان مباراه القمه، ومصطفى محمد كمان ومصطفى وزي ما يكونوا حاسين ان هم في اي وقت ممكن يحصلوا على الكارت، يعني يحصلوا على تعادل، على هدف، يعني مش معقوله مش هيجيبوا هدف يعني. وكان ليهم الهدف وهدف كويس، بس اعتقد ان كان انا مش عارف الفار راح فين في الماتش ده، ولا مره الحكم راح للفار، يعني كان دايما بتيجي اللقطه انه يعني بيسمع بس ما كانش ما كانش ضد الزمالك يعني. عموما هنا وهنا هو انا يعني يمكن انا ما شفتش غير يمكن ال 40 دقيقه الاولى، ما كانش في حاجه تستدعي، حتى كان في شك في حاجه، لكن هو الفار لما بيقول له تعالى بص على حاجه بيبقى فيه. لكن خلينا نتكلم في الاطار الاخر، انه طبعا دلوقتي عندنا النادي الاهلي ونادي الزمالك لاول مره اعتقد يمكن في التاريخ، ما اعتقدش هتتكرر تاني، ان يكون النهائي ما بين فرقتين من دوله واحده على ارض هذه الدوله مصر، وده شيء نفتخر بيه بصراحه يعني. يعني كلنا نتمنى اكيد ان شاء الله النادي الاهلي يتوج، لكن خلينا نتكلم في النقطه كمان الايجابيه، ان احنا على ارض مصر البطوله مش هتخرج من بلدنا يعني. يعني هو كمان في احساس، خدت بالك، انا كاهلاوي اتمنى طبعا ان انا احصل على البطوله التاسعه بتاعتي وافريقيا باذن الله، بس برضه يوم صعب على الفرقتين يعني. طبعا يعني حرام ان في فرقه افرض ضربات جزاء مثلا وفرقه كسبت، يعني ما هيبقى يوم صعب على الفريق اللي هيخسر، ملوش اي ذنب، بس الكره بقت في ملعب اللعيبه، يعني اللعيبه دلوقتي هي صعبه القرار بصراحه. طب اتفضل يعني دلوقتي الصراع شرس على اللقب، بتقرا سيناريو المباراه ازاي يوم 27؟ قراءه فنيه بحته، وانا عارف يعني دلوقتي الاجهزه الفنيه قاريه بعض كويس قوي، يمكن موسيماني قاعد واتفرج على نادي الزمالك النهارده، فتيح القوه فين، فتيح اللي يقدر هو يخترق منها ويقدر يحدد رمز البطوله بالنسبه له، زي ما لعب في مفهوم سهام واني لعب ازاي مع الوداد في الوداد. ايوه الراجل عنده خبره، عنده شكل طلبه، عنده لعيبه معينه بتنفذ له يمكن 70-80% من اللي في دماغه، عنده دكه بره تقدر تعوض اي شكل يحصل في المباراه، المباراه دي 90 دقيقه ومحدش بيعرف ايه اللي هيحصل فيها، ممكن يبقى لك سطو كبير قوي، مكسب كبير، وزي ما كسبت قبل كده 3 والزمالك عوض ب2 قبل كده، فمباراه الاهلي والزمالك دي ما بتبقاش متوقعه، مش متوقعه في الاهداف يعني، اللي بيتوفق واللي بيعرف يعني يكون بيحافظ على الفرص اللي بتجيله ويترجمها لاهداف، هو ده عنوان البطوله يعني. صحيح. فالفتره الجايه بقى، الاعاشه اللي جايه، اللي احنا ازاي عايشين الفتره اللي جايه، ازاي بنبص للمباراه كلها، بنبص من غير تعب اعصاب بقى، من غير حاله نفسيه فيها توتر، من غير اي حاجه، من غير انك انت رايحه المباراه دي الناس كلها دلوقتي اذا كان هنا او هنا يعني قلقانين برضو، يعني مش
فريق بقى اللي هو متحكم في فردياته في جمعياته في التركيز الشامل، ازاي العب الباس السليم، ازاي ابقى الكوره بتجيلي ما مش متوتر مش عصبي ما بعصبش اللي جنبي، لعيب غيري غلط انا اللي بعوضه وبجري الروح. واعتقد مستر موسيماني يعني يعلم الحاجات دي كلها وزرع الحكايه دي اول ما جه، يعني الراجل اول ما جه الحقيقه يعني زرع فينا حته الروح دي بالزبط. وبقيت اشوف الشحات ده بيرجع اوتوماتيكلي واجاييه وجيرالدو حتى لما بيلعب بقت في حاله تعويضيه، خدت بالك ما فيش حد بيبص على اسماء، كله بقى بيعمل شغله وشغل غيره. وانا كمان عايز اتكلم في دورنا كمان كابتن شريف، ويمكن احنا خارج الاطار يعني، انا بتكلم على دورنا هنا كاعلاميين او كقناه النادي الاهلي وحضرتك بنتكلم على جماهير النادي الاهلي. هي مباراه كبيره لكن عايزين حتى نوع من الهدوء شويه، لان انا